في مسلسل حلاوة الدنيا الذي تقوم ببطولته التونسية هند صبري ومواطنها ظافر العابدين، تجسد عارضة الأزياء المصرية سلمى أبو ضيف شخصية علياء شقيقة أمينة المصابة بالسرطان، واستطاعت بدورها جذب اهتمام الجمهور. وإلى جانب حلاوة الدنيا تشارك أبو ضيف أيضا في مسلسل لا تطفئ الشمس. أنا متهيالي لميت كل حاجة كده، بصيتي في الإضراب؟ وبعدين احنا راجعين كمان اسبوع، لو نسينا حاجه مش مهمه قوي يعني. يخرب بيت النكد يا شيخه، بقى انت فاكراه اوتيل؟ لو سبتي حاجه هنا هتتقلب. قصه ملخصه كده. فاتك بقى ايه وش امينه وهي مخدوده؟ ما اظنش فاتني كتير، واضح انها لسه مخدوده. بقول لك ايه، ما تقومي كده تجيبي لنا بيض نعمل اومليت بالخضار. مش حاجه معينه؟ مين هياكل الاكل ده كله؟ انا. ومن القاهرة تنضم إلينا الفنانة وعارضة الأزياء المصرية سلمى أبو ضيف. أهلا فيك معنا يا سلمى، كيف الانتقال إلى عالم التمثيل جاء وتحديدا كمان حلاوة الدنيا؟ أهلا بيك الأول، عاملة إيه؟ إزاي بقيت من عارضة أزياء الممثلة؟ ان انا قعدت الاول 3 سنين بعرض ازياء، وبعد كده جالي كذا كاستنج، ففي حاجات عملت فيها كويس وفي حاجات عملت فيها مش كويس، فقلت يعني لو عندي موهبه لازم اشتغل عليها، فابتديت اخد ورش تمثيل، خدت ورشتين تمثيل، وبعدين جالي كاستنج فيلم الشيخ جاكسون مع عمرو سلامه، اتقابلت فيه الحمد لله، وبعد كده جالي كاستنج تاني مع مروان حامد في فيلم تراب الماس، ما عملتش فيه احسن حاجه، وبعد كده جالي كاستنج للاصليين الحمد لله اتقابلت فيه، وبعد كده عملت ميوزك فيديو مع مسار اجباري اسمه شيروفوبيا، فكنت خدت اوريدي الورك شوبس بتاعت التمثيل، الورش التمثيل يعني، جربت فيها اللي انا درسته، وبعد كده حلاوة الدنيا جات لي من مسار اجباري، المخرج عجبه اللي انا عملته في شيروفوبيا، فلقيت تليفون فجأة سلمى ابو ضيف لو سمحت عايزينك في مسلسل في رمضان مع هند صبري، فطبعا تحمست جدا. فمن هنا دخلت مجال التمثيل. نقدر نقول يا سلمى أنه هذا أبرز عمل تشاركي فيه؟ يعني أنا أحس أنه بعد هذا العمل الناس أكيد صاروا يوقفوك في الشارع. ده حقيقي، بس أنا لسه مش بتعود على، يعني بكسف لسه. بس طيب، فبيوقفوك الآن في الشارع وبيعرفوك وأكيد بيناقشوك في المسلسل؟ في ناس تندهني عالية الشماعة. في حد قابلته اتبسطت جدا، لان انا ساعتها حسيت ان انا بجد بعمل حاجة. قابلت مؤخرا من يومين مريضة سرطان وكانت خفت، وقالت لي ان قد ايه المسلسل بتتفرج عليه واثر فيها، لان قالت لي محدش كان حاسس بيها، فلما الناس قرايبها وعيلتها ابتدت تتفرج معاها، قالت لي الناس بقت تسالها انت فعلا كنت حاسه بده واحنا مش حاسين بيكي، فقالت لهم فالمسلسل اثر في عيله المرضى والمرضى، وادالهم نظره تانية. يعني لو ما حدش كان حاسس بمريض سرطان، الناس ابتدت تحس باللي هو بالوجع اللي كان فيه، فده شيء زي ده بسطني جدا، لان حسيت ان انا بقدم حاجه يعني. جميل. بس سلمى كمان اكيد سمعتي انتقادات كمان. ده في انتقادات كتيره جدا، انتقادات ان انا ازاي عارضه ازياء تمثل، او ان انا اعرف حد يعني، او ما بعرفش امثل، بس في ناس يعني الاراء كتيره، ما فيش حد عمره ما هيوافق على شخص واحد. ان انا عارضه ازياء، انا ردي على ده ان انا الطبيعي ان البني ادم بيتقدم مش بيقف في حته معينه. لو انا اكتفيت ان انا ابقى عارضه ازياء وفقط، يبقى كده انا مش بتقدم او بعمل حاجه، يعني كده انا بفشل، بالذات ان عارضين الازياء عندهم تايم فريم محدد، وقت محدد، وبعد كده شغلتهم بتنتهي. وانا مقتنعه ان الموديلنج او عرض الازياء جزء صغير قوي من التمثيل، لانه نوع من انواع الفن، فلو حد حابب يعني، لو
انا فعلا بحب الفن، بحب ان انا اكبر مش اصغر. ودايما لازم اشتغل على نفسي، لان في حاجات انا لازم اشتغل فيها زي نطق الحروف، حاجات كده معينة. دي من نوع أنواع الانتقادات اللي أنا بسمعها كتيرة، أو إن أنا أعرف حد. بس الواحد بقاله كتير بيشتغل على نفسه، فالحمد لله ربنا وفقني في عمل مهم مع ناس مهمة. صحيح. زي هند صبري ودفل عبدين. في كثير في كثير تعليقات كمان على ملابسك في المسلسل، يعني البعض شاف أنه أنت يعني قمة في متابعة الموضة، والبعض ما فهم قالوا إيش الملابس الغريبة اللي بتلبسها. ده حقيقي، هو اللبس بتاعي. بس انا عايزه اقول ان في ناس كتيره مش فاهمه ان في حاجه اسمها ستايلست، هي اللي بتلبس الممثلين، وده حاجه بتزعلني، لان لازم شغلانتها تاخد حقها اكتر من كده. هي درست شخصيه عاليه، وشخصيه عاليه الشخصيه الملخبطه شويه، اللي مش عارفه لسه، مش عارفه هي تايهه في الحياه، مش عارفه هي مين او عايزه تشتغل ايه، لبسها كله واسع. فاحنا برضو اشتغلنا ان اللبس يبقى مبهوأ ومختلف كده شويه، بس بطريقه حلوه ما تضايقش عين الجمهور. وفي نفس الوقت في ناس مش قادره تفهم ده، لان دايما الموضه بتتغير، فاحنا يعني لعبنا باللبس شويه. طيب، على العموم نحن بنشكرك جدا يا سلمى على وقتك اليوم، وطبعا بنتمنى لك التوفيق، والمسلسل فعلا جدا جميل. كانت معنا من القاهرة الفنانة وعارضة الأزياء المصرية سلمى أبو ضيف، شكرا لك.